رجل ظهر فجأة واحتل مكانة متقدمة بالفضائيات العربية، يقول إنه ابتكر علماً جديداً في تنمية الإنسان وقدراته وطاقته. هجمه خصومه واتهموه بالشعوذة والدجل. أنا سمر فهمي، أصحابكم عبر إيكو عربي برحلة نعيد بها اكتشاف إبراهيم الفقي. ولد إبراهيم الفقي عام 1950 في الإسكندرية لعائلة متوسطة. درس الفندقة في أحد المعاهد وسط رفض مطلق من أسرته. بعد تخرجه عمل في فنادق الإسكندرية، ثم هاجر إلى كندا في بداية الثمانينيات. في العام 2004 كان أول ظهور للفقي بفضائيات الشارقة الفضائية. كان وقتها يتكلم كلاماً جديداً على أذن الجمهور العربي. وجدت أفكاره صداً كبيراً بين الشباب المحبط من الفقر والبطالة وغزو العراق وقتها. التف الشباب حوله، خصوصاً مع خفوت بريق الدعاء الجدد في ذلك الزمن. محاضرات عمرو خالد لم تعد تجذب الشرائح الواسعة التي كانت تجذبها في نهاية التسعينيات. انطلق الفقي بمصطلحات جديدة وبأفكار براقة جعلت منه شخصية لامعة. طرح نفسه بأنه مبتكر لعلم جديد اسمه علم البرمجة العصبية. قدم نفسه بأنه حامل للدكتوراه بالميتافيزيقا. تحولت محاضرات دكتور الفقي إلى فعاليات شعبية بكل الوطن العربي يحضرها المئات، بالإضافة للملايين عبر الفضائيات. أثر الدكتور الفقي بحياة الكثيرين وقدم نفسه نموذجاً للنجاح، فهو خرج من بلده مفلساً وعاد لها مليونيراً ناجحاً كما كان يردد. حاول الكثيرون تجاهل شخصية الفقي ومعرفة ماهية البضاعة التي يقدمها. أول ما اكتشفه الباحثون في سيرته أن شهادة الدكتوراه التي يحملها من لوس أنجلوس غير معترف بها، لكن ذلك لم يؤثر بجمهور الفقي نظراً للكاريزما التي كان يتمتع بها الرجل. طرده بعض الدعاة الجدد واعتبروا أن ما يقدمه هو نوع من الشعوذة، لكن الفقي دخل على خطهم وراح يقدم التنمية البشرية ممزوجة بآيات قرآنية ووصايا دينية. من ناحية أخرى، انتقده الأطباء النفسيون معتبرين أن ما يقدمه ليس علم وهو يفاقم حالة المرضى، إلا أن الفقي تملص بذكاء من هذا الانتقاد، وذلك بالتأكيد على طلبته بأهمية الطب النفسي. كان الفقي يؤكد أيضاً أن ما يقدمه هو علاج مكتمل ومكمل للعلاج النفسي وليس بديلاً عنه. لذلك ظلت تتعاظم شعبية الرجل ووصلت ذروتها عام 2008. عام 2012 رحل الفقي مختنقاً بسبب حريق شب في منزله ومركزه الجديد. حصدت وفاته حزناً بالغاً لدى محبيه، وبالرغم من مرور السنين لا زالت فيديوهاته على يوتيوب تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة. شكراً لكم على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة. إيكو عربي.